سابقات الريح خيل مسرجات على الوذن تباشر وبخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهو لقاء نتجدد بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي الوذن الذي يطل عليكم من استوديوهات قناة الريان من هنا بالغرب من مجلس الخيالة بمنطقة سوق واقف. بعد ما رحبناكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يسعدني أن أرحب بزملائي وضيوف المتواجدين معاي في الاستوديو، بداية مع عبد الله بن راشد الكبيسي محلل بقناة الريان. يا مرحبا ومسهلا أبو خليفة. مرحبا أبو علي، الله يحييك. الله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد الترحيب موصول براشد بن محمد الجهني محلل أيضا بقناة الريان. يا مرحبا يا أبو محمد. يا مرحبا، مساكم الله بالخير جميعا. والترحيب أيضا موصول بالمرعب جاسم محمد الغزالي محلل في قناة الريان. يا مرحبا ومسهلا يا أبو محمد. حياك الله يا أبو علي، وحيا مشاهدين قناة الريان إن شاء الله. طبعا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أيضا أنتم مشاركين في هذا البرنامج عبر وسم أندرسكور الوذن، وسم برنامج أندرسكور الوذن. مشاركات أسئلتكم توصلنا إن شاء الله، أبشروا بالخير. أحب أعتذر حق اللي يقول إحنا طرشنا لكن ما طلع عندنا، لكن إن شاء الله نحل الخلل وأبشروا بالخير. حلقتنا الليلة إبراهيم المالكي، اعتذر الظرف طارئ عقب سباق اليوم. علي بن ثابر محشادي نتمنى له إن شاء الله يرجع بالسلامة من السفر مسافر، ولكن أبشروا بهم الأسبوع الجاي. أبدأ معك أبو خليفة. أبو خليفة الله يعطيكم الصحة والعافية، اليوم ان شاء الله سباق اليوم راح نتكلم عنه اخر الحلقه، ولكن يعطيكم العافيه من السباق الى الاستديو مباشره. الله يعافيك. حاضرين يا ابو علي اخوي لتحليل سباقات الموسم، ان شاء الله معاكم لين اخر الموسم ان شاء الله وياكم. بيض الله وجهك وما احتاج احنا ما نستغل منك ايضا. وجاسم الغزالي، مثل ما قلت حق اخوك ابو خليفه، سباق اليوم راح نتكلم عنه بشكل سريع. شلون شفت الاجواء الاسبوع اللي راح في مضمار رملي وعشبي؟ طبعا من اسبوع لاسبوع الحمد لله قاعده السباقات ترتفع وعدد الخيل قاعد يزيد، اظن راح نشوف السباقات ان شاء الله مثيره الايام الجايه. ابو محمد، ذكر اخوك ابو محمد السباقات قامت ترتفع، الخيل قامت تزيد. انا احضر السباقات والاحظ منافسه السنه ما شاء الله من بدايه الموسم قويه ما شاء الله، يعني شفنا الخيل شلون تطور الخيل، يعني شفنا وصول الخيل، يعني بدأت الخيل الزينة تطلع الحين. خبر يعني كل ما اشتدت المنافسة وارتفع مستوى السباقات ارتفع مستوى الخيل. طبعا الخيل اللي شفناها اليوم صراحة ما يعني شفنا خيل مشاركتها أول مرة لهذا الموسم، شفناها بمستوى عالي. انت تتكلم على سباق اليوم؟ نعم، سباق اليوم وسباق اللي راح. طبعا احنا مثل ما تعودنا ان كل سباق يحمل وطيس، فكل سباق احسن من الثاني ما شاء الله. ايش رايك نبدا مع المشاهدين بالوطيس الاول اللي كان يوم الاربعاء، كان مضمار رملي. خلونا نشوف معاكم هذا السباق اللي تكون من 7 اشواط، ولكن الحين نشوف معاكم من الشوط الاول الى الثالث في المضمار الرملي. ست من الجياد العربية الأصيلة المبتدئة افتتحت السباق المحلي الخامس على كأس الضعاين على المضمار الرملي. طوال مسافة 1800 متر لم يواجه المهر الأشقر فالوت ديل فالوت أي صعوبة في الفوز بالشوط، وأهدى المالك والمدرب حسن المطوي والشوط بقيادة ماركو مونتيرسو. حل الحصان الأشقر مكحول ملك أبناء جاسم الغزالي ثانيا بقيادة ألبرتو سنة، ليتبعه الحصان الأزرق المنذر الذي أهدى المركز الثالث لناصر عبدالله العطية بقيادة جيرلاندا فرانش وإشراف حسين عاشور. اثني عشر من الجياد المهجن الأصيل انطلقت في ثاني وأقوى الأشواط للإنتاج المحلي تكافؤ على مسافة 1200 متر. انتظر المعتصم البلوشي حتى المنعطف الأخير وأعطى الإعاز للفرس الحمراء الوسمية ملك مزرعة الوسمية وإشراف محمد علي العطية، التي خطفت الشوط بشق الأنفس من المهر الأحمر ظليم ملك عبد اللطيف العمادي بقيادة ألبرتو سنة. جاء المالك مشعل علي العطية ثالثا عن طريق الحصان الأحمر المهيب بقيادة ريتشارد مولين وإشراف جاسم الغزالي الذي حل بالمركزين الثاني والثالث. 11 من الجياد المهجن الأصيلة تنافست في ثالث الأشواط للخيل المبتدئة والفائزة بسباق أو سباقين على مسافة 1400 متر.
لم يجد الحصان الأحمر مستر ريان أي صعوبة تذكر لإهداء الشوط لعبد الله العبد الملك بقيادة دارين ويليامز وإشراف ديبي ماونتن. جاء الحصان الأحمر لايتنج لونش ملك مربط الجسرة ثانياً بقيادة ماركو مونتيرسو وإشراف بدر العابد. حل الحصان الأحمر ريد كونكت ملك أبناء سالم فضغم الهاجري ثالثاً بقيادة أكسيفيا زياني وإشراف سالم الهاجري. مستر رايان سبرينتر 1200-1400 ماكسيموم مسافة اليوم كانت الحد الأقصى له. الحصان في الفورم جاهز وبالتالي يشوفه مرتاح الحمد لله في السباق. بادي بداية جيدة الموسم هذا على الموسم اللي فات. تابعنا معاكم سباق اليوم الأربعاء، طبعا السباق هذا اللي كان على كاس الضعاين، شفنا أول ثلاثة أشواط. ألف مبروك للي فاز وحصل على المركز الأول، معوضين خير إن شاء الله للي محالفهم الحظ. شفنا أول ثلاثة أشواط، حد منكم عنده تعليق قبل أن ننتقل أبو خليفة؟ والله مبارك لهم اللي فازوا، المدربين والملاك، والخيل بدأت تجهز الحين. بصراحة كل الحين كل سباق نشوف يعني نشوف ركض أحسن، خيل اللي قامت اللي ترشح هي تكون بالفورمة، يعني قامت الخيل تبين على بشكل أوضح. الوسمية حق مربط الوسمية محمد بن علي مبارك له، يستاهل. نعم، وحسن عبد الملك بعد مبارك لهم كلهم. أنا عندي خيل دبي ما شاء الله عليها، شوف بدأت خيلها تبين تجهز. نعم. اللي هي ملك حسن عبد الملك. حسن عبد الملك يستاهل. أحد عنده أي تعليق ولا ننتقل للأشواط من الرابع إلى السادس؟ بارك للشباب كلهم ما شاء الله، بدأت الخيل تجهز مثل ما قال أخوي أبو خليفة، والنتائج بدأت إحنا قلنا تغير. نقول اشتد الوطيس يا أبو محمد. بدأ. نعم نعم يستاهلون طبعاً. يستاهلون كلهم. مبارك حق أخونا طبعاً حسن المطوي على فوز حصانه اللي هو فولدي فولت، وطبعاً مبارك لمزرعة الوسمية. يستاهلون. ومبارك حق مستر ريان طبعاً، عبد الله حسن عبد الملك يستاهلون طبعاً. يستاهلون طبعا. قلنا ألف مبروك لكل فاز ومعوض الخير اللي ما حالفهم الحظ. مشاهدينا تابعنا أول ثلاث أشواط، خلونا نشوف معاكم الثلاث الثانية قبل شوط الكاس من الشوط الرابع إلى السادس. خلونا نتابع ورجع لكم. ست من الجياد العربية الأصيلة المبتدئة انطلقت في ربع الأشواط للإنتاج المحلي على مسافة 1800 متر. حصد الحصان الأزرق حراز النايف ملك الشيخ ناصر بن عبد الله بن ناصر آل ثاني شوط بقيادة مارفين سيورلاند وإشراف يوسف طاهر. جاء الحصان الأزرق صفوان ملك أم قرن ثانيا بقيادة جي فايكن وإشراف ألبان ديوميول. حل الحصان الأزرق المربوش ملك مربط إنجاز ثالثا بقيادة ألبورتو سنة وإشراف جاسم الغزالي. 12 من الجياد المهجن الأصيلة تنافست في خامس الأشواط تكافؤ الدرجة الخامسة على مسافة 1700 متر. أهدى الحصان الأحمر كاونت كورن الشوط لأبناء جاسم الغزالي بقيادة ريتشارد مولين وإشراف محمد الغزالي. حلت الفرس الحمراء بروتاكت ملك حمد عبد الرحمن العطية ثانيا بقيادة السيفان لاجاج وإشراف جاسم الغزالي، الذي حل ثالثا عن طريق المهرة الشقراء كابتشينو ديلايت ملك مربط المجد وقيادة جي بي كامبر. كان في كثير في الصوبين حشيش والرمل العام، ركضنا كان مركضة أدى أداء بس لكن مش الأداء المطلوب. سوينا له عملية نهاية الموسم اللي راح، تغير في تمرين السنة والحمد لله أول سباق لها الموسم وأداء أداء طيب. 13 من الجياد المهجنة الأصيلة انطلقت في سابع الأشواط تكافؤ الدرجة الثالثة على مسافة 1800 متر. حصد المهر الأحمر ليشا ملك راشد مبارك الجفال النعيم الشوط بقيادة بيير كونفرتينو وإشراف ماجد سيف الدين. حل مربط إنجاز وجاسم الغزالي في المركزين الثاني والثالث عن طريق المهر الأحمر دامياسين بقيادة السيفان لاجاج، والمهر الأزرق تشيريان بقيادة ألبرتو سنا. لشا حصان جديد أول مرة يركض في مضمار الريان، طبعا هو كان في بريطانيا في أول خروجه كان حصان بطل جيد. آخر ثلاث ركضات حقيقة ما لقى اهتمام جيد من المدرب، ركض مسافات غير مسافاته. طبعا جبنا للدوحة بداية نهاية الصيف، تأقلم مع الجو الحمد لله رب العالمين. طبعا من الركضة هذه الحصان واعد، أعتقد أنه راح يكون له تواجد في خلال الموسم القادم.
يا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. طبعا ألف مبروك لكل من حصل على المركز الأول، ومعوضا خير إن شاء الله للي ما حالفهم الحظ. أنا قلت لكم السباق كان من 7 أشواط، شفنا من الشوط الأول إلى الثالث، وشفنا الرابع والخامس والسابع، لأن الكاس كان هو الشوط السادس. ما شفنا الشوط السادس، راح نشوفه بروحه مستقل لأنه هو الكاس. طبعا مبارك حق اللي فازوا، عندنا الشيخ ناصر بن عبد الله الثاني، ابناء جاسم الغزالي، راشد بن مبارك الجفال النعيمي، ماجد سيف الدين ما شاء الله بعد مجتهد السنه، ابو خليفه 3 أشواط، عندك عليها اي تعليق؟ والله مبارك للي فازوا صراحه، اللي هو حصان مبارك النعيمي اللي هو ليشا، حصان اول مره يركض عندنا، ومثل ما قال المالك ان الحصان جابوه في الصيف وتاقلم، الحصان ما شاء الله ركضته يبشر بالخير ان شاء الله، ان الحصان بعد بيعطي ان شاء الله بيعطي احسن من هاي المستوى اذا هذه اول ركضه له، وحصان اداء جيد. واللي بعد ابارك حق عيال جاسم اللي هو حصان الشوط الرابع كانت كورن، اي ما شاء الله عنده المدرب محمد ولده يستاهل. مدرب ناشئ والله يوفقه ان شاء الله. اللهم امين. طبعا ابو سعيد الجفال النعيمي الف مبروك على ركضه الحصان، ما شاء الله عليه شفناه كاول ركضه. ابو محمد 3 أشواط، الرابع نعم والخامس والسابع. طبعا مبارك حق الفائزين، طبعا مبارك الشيخ ناصر بن عبد الله الثاني، طبعا هذا الجواد حراز النايف، يمكن يعني انا فخور بفوزه كوني انا من ليات في انتاج هذا الجواد، ففعلا جواد السنه تطور فيستاهلون طبعا، وفعلا شفنا الخيل يعني كاونت كورلين، شفنا شلون انغضاضه على الفينش، وصراحه ابهرني اللي هو ليش يعني بالاداء اللي اداه، وحصان انه يفوز من الداخل، يعني نادر ان نشوف خيل من الداخل تطلع وتفوز، دائما تعودنا ان الخيل اللي من برا، فهذا يدل على الروح القتاليه عند هذا الجواد، يعني دخوله على الخيل بين الريل بالفعل، يعني هذا الجواد راح نشوفه في سباقات حلوه خصوصا على المضمار الرملي، يعني مشى معاه نشوف ان شاء الله. ابو محمد تابعنا 3 أشواط، قبل ان نتخلى على الكاس عندك اي تعليق او؟ والله بارك للشباب كلهم اللي فازوا ما شاء الله، قلنا احنا بدات السباقات تطور، بدات الخيل تجهز، والدليل في تنوع كبير في الفوزات، ومبروكين للفائزين. الف مبروك لكل من حالفها الحظ وحصل على المركز الاول، وان شاء الله للي ما توفق ان شاء الله يتوفق في المرات الجايه. وصلنا معاكم لكاس الضعاين، الكاس اللي كان في الشوط السادس، اللي صار ترشيحات ما ادري من اللي رشح هذا الجواد اللي حصل على المركز الاول. خلونا نتابع معاكم هذا الشوط اللي تكون من 7 جياد. انطلق الشوط يا ابو محمد، طبعا والجميع يقدر يشاهد. نعم شفنا الشوط، شوط قوي يعني بين الجياد، طبعا شفنا مزرعه الشحانيه موجوده، طبعا مشاركه من الشيخ محمد خليفه المدربي موجود، طبعا مبارك حق اخونا جاسم الغزالي على نعم، لكن فعلا كانت منافسه قويه، شوف الخيل مجموعه من الجياد، شلون ابو خليفه شفت السباق يعني في قمته من مجموعه الجياد. صراحه كانت ترشيحات على الحصان اللي حق جاسم نعم وعزيز الشحانيه، وعزيز الشحانيه نعم. الحين وينهم قاسي وعزيز الشحانيه؟ قاسي اول واحد اللي قدامه، قاسي هو اللي طاع قدام، وعزيز يعني الشحانيه هو اللي ورا تقريبا مركزه حاليا. بس في حصان، في حصان اللي هو اخو جنيكا، ها في حصان اللي جه ثاني اخو جنيكا صح؟ نعم اي صراحه مغوار، اي مغوار، مغوار كنت انا مرشح اللي هو عزيز الشحانيه. انت عزيز الشحانيه مرشح صح؟ نعم نعم. وبصراحة كان في البدك هناك جزاه الله خير المدرب مهند الياقوت، قال لي عبد الله الحصان هذا ما حد رشحه، قلت له وش هاي الحصان؟ قال لي هاي فل اخو جانيكا هاي. نعم اي نعم مغوار. قلت له ايش نتيجه؟ قال لي اخر مره جاي اول الموسم اللي طاف تقريبا نفس المسألة 2000 كان وعشبي. نعم على طول طرشت لكم مسج، انا رحت ارشح الحصان هذا، والحصان صراحه يعني هذا من الخيل الواعده، حصان اللي هو مغوار. انت لو تشوف لحوقه ونهايته الحين احنا نشوف الشوط وين مكانه هو مغوار، الحين اللي يشوفه من داخل الاشقر اللي في الوسط عليه كاب اخضر، ايه عليه كاب اخضر في الوسط، رابع واحد تقريبا الحين، تقريبا الرابع الحين اللي عليه كاب اخضر، شوف لحوقه شلون يلحق الحصان. بس اللي فايز قاسي يا ابو خليفه،
قاصي اللي هو حق اي قاصي عفوا قاصي اللي قدام قدام نتكلم عن اللي جاء ثاني ابو خليفه نتكلم عن الثاني نتكلم عن الثاني لا الثاني بس بعد نبغى نعطي اللي اخذ الاول حقه اللي نشوفه طلع راس وانها راس يعني ابو محمد يعطيك العافيه على التجهيز صراحه شو مغوار شوف دفعه مغوار الحين شوف الثاني اللي لحق شوف نعم ولكن قاصي تم يعني تمسك بالمركز لكن شوف الدخول كان قوي صراحه يعني بارك لهم كلهم مغوار هو شوف الترشيحات انا بقول لك لا انا شوف لما تتكلم عن حصان نعم. صراحه قاسي ما في قصور والمغوار مغوار ترى نعم. يعني على ما قال مسند مني ومني نعم. فل برادر حق جنيكا نعم. انا والله لما نبهني مهند عليه ذاك اليوم ما كنت بس اللي فاز قاسي واظن اللي كان شل شوط قاسي اظن لمزرعه الشحنيه نعم. والوحيد اللي رشحته انت ترى كلكم رشحتوه نعم. الوحيد اللي مرشح انا اذكر قد حق ابراهيم غير يعني هو مو بغلط انك انت تتكلم عن مغوار بس لكن اظن اللي كان فايز قاسي ونفس المالك اللي مزرعه الشحنيه بس ظهر انت ميولك هو لا تحبه لا عشان هو لا, 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 لا 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 ابو خليفه انا بقول يعني ابو خليفه راح على المغوار لانه يقول انا غيرت ترشيحي ورحت على مغوار وشفته جاء ثاني هذا كترشيح لكن قاصي اول شيء الف مبروك سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني مربط الشحنيه يستاهلون المدرب جاسم الغزالي طبعا مربط الشحنيه سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني هناك ايضا مدرب جوليان سمارث اللي حل المركز الثاني وايضا اشكال جاسم الغزالي حصل على المركز الثالث شفنا منافسه قويه في هذا الشوط خلونا نشوف معاكم الشوط واحنا يمكن تكلمنا على الجياد اللي توها داخله او اللي كان صار تغيير عليها ولكن انا ايضا كبطل قاسي كبطل في هذا الشوط لازم نعطيه حقه هو مربط الشحنيه حصل على المركز الاول والثاني عطنا حقه ايضا نشوف الحين قاسي من البدايه يعني طلع راسي ابو محمد هذه ابو علي قاسي ثالث مشاركه له العام اخر مشاركتين اول والسنه ثالث اول مشاركه الاول يعني اخر ثلاث مشاركات ما شاء الله كل اول الحصان هذا ينحدر من سلاله الفحل مارد صحراء مزرعه الشحنيه لسمو الشيخ محمد بن خليفه وهذا الفحل صراحه من الافحل اللي راح يكون له شأن كبير في عالم الأفحل والإنتاج بس الحصان هذا اللي هو مارد صحراء يبي له انتظار يعني شوي صبر على عياله وهذا واحد من عياله وكان عندي ضاوي اللي اسمه الشيخ محمد بعد جزاه الخير كان عندنا أدى أداء جدا ممتاز فايز له مجموعة فوزات كثيرة وهذا عندي اللي هو قاسي آخر ثلاث مشاركات ثلاثة أول العام موسمين الموسم اللي راح كاسين أول وهذا السنة أول كاس أول أظن إن شاء الله عنده مستوى أفضل مستوى أنا بقول لك شيء اللي ركض ترى بعد شوف ترى اللي لفت النظر عندي أنا مالت فرس البادي صح اللي حصلت على المركز الثالث بعد ترى ركضها أمس الأسبوع اللي طاف كان ركضها جيد ما قصرت الحمد لله أشكال فرس عمرها بعد والله مغير حق جاسم البادي جاسم استاهل نعم. جاسم بس الحين أبو محمد أنا بقول لك قاسي اللهم صل على محمد حصل على المركز الأول نقول راس وانها راس المسافة 1009 المضمار رملي شيء مو بسيط وهو بطل ثلاث سباقات أخيرة أتوقع يا أبو محمد يعني الحين زجة أو حطة في أشواط قمة هو الحمد لله غير قصور في الشوط اللي ركض من شوط لشوط الحصان قاعد يتطور من سباق لسباق قاعد يديني أداء أفضل لابد أن أنقي أشواط معينة الحصان لازم ينحط في الأشواط اللي تناسبه ما أبي أبالغ وأرفعه في سباق يعني إحنا بداية الموسم هذا أول سباق دش كاس والحمد لله شوف دفع أشكال شوف أشكال شوف دفع هني أشكال الحمد لله فرس جيدة عمرها كبير مع أنها ما شاء الله كبيرة بس قاعد أدت ما شاء الله شوف اللي هو مغوار شوف كلها أخي نتكلم يعني لما فاز قاسي ولا مغوار تكلم أنا أقول لك هو المالك واحد نعم إيه يستاهلون كلهم عز الله مغوار أنا أتكلم لك عن مغوار أنا لما قال لي عن المدرب مهند هناك في البدك ما كنت أدري عنه صراحة قال لي عنها الحصان ما حد رشحه قلت والله ما وش قال لي هاي مغوار أخو فل برادر حق جنيكا بس ما طلع مثل جنيكا صراحه مغوار حصان والله عقب الركضه هذه جاسم ليش حصان يا اخي زين ركضته فوق زين ما عليه ركض زين وكل شيء بس لكن ما في مقارنه بينه وبين جنيكا بطلت الارك الفرنسي وبطلت عندنا صحيح. فرس يعني رئيسيه تمثل بداخليه هذا ما طلع مثل اخته يعني فرق كبير بينه وبينها الفرس ديك دش شوط مرشح في اشواط سيوف واشواط رئيسيه جنيكا هذا الحصان ما طلع مثل عز الله وننتظر السباقات الجايه هذا الحصان انا بذكرك قدام الحصان هذا مغوار
بذكرك في قدام. طبعا مشاهدينا الكرام ابو خليفه بذكرنا بمغوار، مغوار نسجل اسمه عندنا ونشوف السباقات الجايه. بالعكس احنا نتمنى المنافسه بين الملاك والخيل، احنا كمشاهدين نستمتع. خلصنا السباق الاول مضمار رملي يوم الاربعاء، باقي الخميس وباقي اليوم، اليوم في سباق نتكلم عنه ان شاء الله في نهايه الحلقه. فاصل قصير راجع لكم. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة من برنامجكم الوذن. شفنا سباق يوم الأربعاء اللي بدت إثارة الموسم تبدأ من الأشواط أو من السباق أسبوع اللي طاف والسباقات الجاية أكيد. يوم الخميس ما قل أهمية ولا قل منافسة عن سباق يوم الأربعاء كان مضمار عشبي. خلونا نتابع معاكم السباق، كان من 7 أشواط، نتابع معاكم في البداية من الشوط الأول إلى الشوط الثالث. سبع من الجياد المهجنة الأصيلة المبتدئة افتتحت السباق المحلي السادس على المضمار العشبي في شوط للإنتاج المحلي على مسافة 1600 متر. حصد مربط إنجاز المركز الأول عن طريق الحصان الأحمر الجماهير بقيادة ألبرتو سنة وإشراف جاسم الغزالي. جاء المالك والمدرب عبدالله سلطان الجابر ثانيا عن طريق المهر الشقراء كتارا فور بقيادة مارفين سيورلاند. حل المالك عادل المسلماني ثالثا عن طريق المهرة الحمراء ترياك بقيادة يانيس أوباد وإشراف حمد علي المري. ثمانية جياد عربية أصيلة مبتدئة تنافست في ثاني الأشواط على مسافة 1600 متر. خطف مربط الجريان الشوط عن طريق المهر الأزرق إي جي إس عنفوان بقيادة أدري ديفيرس وإشراف مهند الياقوت. حل الشقب ريسينج ثانيا عن طريق المهر الأحمر وهاج بقيادة مارفين سيورلاند وإشراف جاسم الغزالي. جاء سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني في المركز الثالث عن طريق المهر الحمراء فرحة بقيادة ريتشارد مولين وإشراف جوليان سمارت. ثلاثة عشر من الجياد المهجن الأصيلة تنافست في شوط المبتدئ الدرجة السادسة على مسافة 1400 متر. فاز أبناء محمد كاظم الأنصاري بالشوط عن طريق الحصان الأحمر وورز أوف برافيت بقيادة سيب ساندرز وإشراف أحمد كبيسي. حل أبناء سالم فضغم الهاجري في المركز الثاني عن طريق الحصان الأحمر بليزرز راك بقيادة مارفين سيورلاند وإشراف سالم الهاجري. جاء مربط إنجاز ثالثا عن طريق المهر الأحمر أتلانتيك سي بقيادة سيفان لاجاج وإشراف محمد الغزالي. كان الشوط شوي صعب، راحوا سريعين كتير وكان في زحمة معهم على الطريق، فالحمد لله أنه توفق وجدت وفتح لطلط الطريق وفاز بسهولة. هو سلالته كتير منيحة وهذا، بس كانت الخيالة عم تركبوا خطأ عم بيطلعوه قدام، فاليوم غيرنا الخطة والخيال خيال ممتاز سيب ساندرز، فسمع التعليمات زين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ألف مبروك لكل من حصل على المركز الأول وإن شاء الله معوضين خير اللي ما حالفهم الحظ. شفنا الغزالي أول 3 أشواط من سباق الرملي، عندك أي تعليق على هذه 3 أشواط؟ يستاهلون اللي فازوا صراحة، في تنوع صار في الأشواط، وشوط خذت مربط إنجاز وشوط مربط جريان وشوط أبناء كاظم الأنصاري، مبروكين كلهم ويستاهلون. عز الله يستاهلون. أبو محمد. نعم، ما عندي إلا نبارك لهم على الفوز وإن شاء الله نشوف هاي الخيل في السباقات الأكبر. طبعا السباقات كانت طبعا مثل ما شفنا خيل مبتدئة، كل الأشواط مبتدئة، اللي فاز يعني الحين عنده مرحلة جديدة، طلع بيروح على الهانديكاب أو بيروح فوز وفوزتين، نتمنى لهم التوفيق جميعا. يستاهلون. أبو خليفة. والله مبارك للي فازوا كلهم صراحة. السنة إن شاء الله أنا أشوف المدرب أحمد غبيسي صراحة دائما في الفورمة، السنة أتوقع أنه بيكون له شأن في السباقات.
يعني خيله بدأت تبين من أول السباقات عنده يا أول يا ثاني. في اللي بعد اللي حق الجريان حصان واعد انا اشوفه شو اسمه جاسم جي اس عنفوان. عنفوان عنفوان نعم هذا حصان ان شاء الله من خيل واعد ان شاء الله. طبعا ابو محمد بحكم انك انت كمدرب الوهاج ملك الشق بريسنج شفنا ركضته جاء ثاني حصان صغير ما شاء الله عليه لكن انا عندي معلومات عن هذا الحصان انه كان بينباع في المزاد هذا من خلال إنتاج الشقب اللي كان في فرنسا صراحة حصان إنتاج محلي وراح هناك يمكن كان عند مدرب فورسي ما عجب الحصان أو عنده إمكانيات خيل ثانية أحسن من الحصان هذا حطه من الخيل اللي كان بيكون في المزاد وفي آخر لحظة أخونا مسؤول الخيل الشقب ريسنج العربيات خلفان جزاه الخير سحب الحصان هذا من المزاد وجابه وسلموني إنه يتحول في فريق الشقب اللي في قطر والحمد لله هذا أول مركاض للحصان أداء جدا ممتاز صراحة حصان صغير عمره صغير كم عمره ثلاث سنوات ويعني حتى هناك ركض ركضة رابع عقب جاء سابع ما كان عجب المدرب الظاهر بس أتوقع الحصان إن شاء الله بيتطور عندنا ما شاء الله أبو جاسم وركض زين هو اللي صراحة اللي كان بالنسبة لنا هناك يوم السباق صراحة لفت نظري هو هاي الحصان إن شاء الله أنا ما كنت أدري إنه عندك والله لا عندي الحصان هذا إن شاء الله. لا ما شاء الله. شاء الله. ثلاث سنوات صغير. ثلاث سنوات ركض عليه. نعم. مش يعني بنشوفه إن شاء الله بالسباقات. إن شاء الله أتمنى له التوفيق طبعاً مشاهدينا ومستمعينا الكرام أول ثلاث أشواط ألف مبروك للي حصل على المركز الأول معوضين خير اللي ما حالفهم الحظ نشوف معاكم أيضاً الأشواط الثلاث الثانية قبل شوط الكاس خلونا نشوف معاكم من الرابع إلى السادس. إحدى عشر من الجياد العربية الأصيلة انطلقت في الشوط الرابع للخيل المبتدئة والفائزة بسباق أو سباقين على مسافة 1200 متر حصد الحصان الأزرق واتشي ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني الشوط بقيادة ريتشارد مولين وإشراف جوليان سمارت حل المهر الأزرق صعب ملك عبدالله الجفال النعيمي ثانيا بقيادة بيير كونفرتينو وإشراف ماجد سيف الدين جاءت المهر الزرقاء نعامة ملك مربط زاخر في المركز الثالث بقيادة جيرلاند أفرانج وإشراف محمد سلامة. He's a horse that's never shown his true potential in Doha. You know, we've had him here for a few years now. He had an injury two seasons ago, so I think it took him all last season just to be 100% sure of himself. Now he's okay. He's recovered. He's fine. But even there, you know, in the turn, the other horse for Sheikh Mohammed gave him a bump, and I thought that's it. Six furlongs, he's finished. But he showed a really nice turn of foot in the straight. So I'm, yeah, very, very happy. I'm pleased for the horse, you know, because I've had a lot of pressure from management. Whoa, where is this horse? We don't see him a long time. So maybe now he can do something this season. Let's see. 12 من الجياد المهجنة الأصيلة تنافست في خمس الأشواط للدرجة الثانية شوط مشروط حل المدرب جاسم الغزالي في المركزين الأول والثالث الأول عن طريق الفرس الزرقاء بوتانيكا ملك خليفة شعيل الكواري بقيادة ألبرتو سنا الثالث عن طريق الحصان الأحمر سجالات ملك حمد بن عبد الرحمن العطية بقيادة جي بي جيامبر جاء المدرب مصطفى الجيلاني ثانيا عن طريق الحصان الأحمر ليفتكر ملك راشد السيف الخيارين وقيادة ماركو مونتيرسو عشر من الجياد المهجن انطلقت في سادس الأشواط شوط مشروط على مسافة 2400 متر فاز المالك والمدرب إبراهيم المالكي بالشوط عن طريق الحصان الأحمر جميرا تاور بقيادة أدري ديفيرس حل مدرب أمقران ألبان ديميول ثانيا عن طريق الحصان الأحمر مدهش بقيادة جون هاميل جاء المدرب جاسم الغزالي ثالثا عن طريق الحصان الأحمر نينجارا ملك مربط إنجاز وقيادة ألبرتو سنا يا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ألف مبروك للي حصل على المركز الأول إن شاء الله الله يعيدكم إن شاء الله للي ما حالفهم الحظ في هذه الأشواط الثلاث شفنا ثلاث أشواط شفنا طبعا مقابلة مع المدرب جوليان سمارت ملك مربطة الشحانية سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني من كلامه من كلام جوليان سمارت
يقول انه متوتر وعليه ضغط من الإدارة، يعني ما ادري في سبب السنة. شيء طبيعي يعني، مزرعة كبيرة تبي تحقق دائما طموحها كبير، انتاج كبير، يعني يمكن هذه رحمة لأن أتشي اليوم أنقذه، فاز يعني أنقذه، وخصوصا أن هذا الجواد ينزل من سلالة كبيرة طبعا، خصوصا أم نسائي من أحسن الخيل موجودة، من أحسن الأفرس موجودة. ففي البعل يعني دائما المزارع الكبيرة تطمح لنتائج كبيرة، صحيح. ما ترضى أنها تكون متأخرة لحد الآن. فيعني إن شاء الله أتوقع يعني ما شاء الله شفنا يعني جاسم الغزالي شال لهم كاس على قاسي، وطبعا نتائجه يعني حلوه. محمد يعطيك العافيه، عز الله. يعني بين يعني مع العلم ان جولين سمارت كان مشارك بثلاث روس اعتقد، نعم في نفس الشيء. نعم بس صار الحين يعني دائما المزارع او شيء اذا تكثر يكثرون المدربين عندهم تزيد المنافسه وتزيد يعني فوزاتهم. يعني هذا المدرب ما فاز هذا يفوز، عز الله. لازم انه يكون ضغوطات عليه يعني، خصوصا يعني يمكن نقول احنا الخيل الاحسن عنده هو ابو محمد، ما قصر يعني تفوق عليه، الله يعطيه العافيه. اللهم امين، يستاهل ابو محمد. ابو خليفه، المزارع الكبيره عندها جميع الامكانيات وعندها خيل قويه، انت حقق كمدرب يعني شلون يعني انت كمدرب انا وفرت لك جميع الامكانيات، انتظر منك نتائج. صح، ما له عذر مدرب المزارع الكبيره، موفر كل حاجه من مدرب، سلالات الخيل الزينة موجودة عنده، كل ما يحتاج المدرب موجود، من برك سباحة، من مضامير، وحتى المضامير العشبية موجودة عنده، كل شيء موجود. عز الله، بيض الله وجهكم. أبو محمد عندك أي تعليق قبل أن نروح على الكاس؟ والله أحب أبارك حق سمو الشيخ محمد على فوز جواد واتشي، وأخونا إبراهيم مالكي صراحة عجبني حصان إبراهيم مالكي صراحة، جميلة التوار، ذكرتني الله يذكرك الشهادة، ركبة حلوة. ألف مبروك يا أبو سعيد، زين والله يستاهل، يجتهد. أول مركب 2400 حصان تغير صراحة من العام للسنة، ينحدر من سلالة دباوي، وصراحة الحصان هذا يعني عجبني ركضه صراحة، يستاهل بسعيد. جميرة تور، جميرة تور ركض ركضة حلوة، 2400 أول مرة ديش مع الخيل الكبار وفوزه حلوة، أظن بيكون له شأن. هذا حصان شراء صغير هو. نعم أتذكر شراء يعني، وإحنا موجودين معه في المزاد يعني. أتوقع الحصان السنة راح يكون له شأن في السباقات الكبيرة، يمكن يكون الحصان يعني بيكون له. محمد عندك شوط، عندك شوط حصان طاح منه الخيال طبعا، وكان الحصان مرشح الجواد اللي بدون خيال كان عندي. الحمد لله ان عوضتني بوتانيكا بداله في الشوط، هو كان مرشح عندي. يستاهل خليفه بن اشعل. نعم الحمد لله، ونفس المالك فضل من الله، الحمد لله، توفيق من الله، عز الله، الحمد لله. جميرة تور، مشاهدينا الكرام تذكروا الاسم نهايه الحلقه ان شاء الله نرجع لهذا الجواد. خلونا نشوف معاكم كاس الريان للملاك اللي كان يوم الخميس بمشاركه 8 جياد. خلونا نتابع معاكم هذا الشوط، انطلق الشوط يا ابو خليفه. هذا اللي فاز فيه رائده ابو ثامر، غير ترشيحه. نعم اي غير وتحسف. والله شوف خيل مقرن ان شاء الله انها السنه، ترى في خيل مجهزها المدرب البن، وانا اشوف ان البن السنه مقرن راجع بقوه صراحه، عنده خيل ما شاء الله، خيل طيبه صحيح، ونشوف إنجازات من بداية الموسم. فهو بيكون يعني له شأن كبير في السباقات الكبيرة، اللي هو المدرب ألبن دنيور. نبارك لمزرعة مقارن صراحة على هذا الفوز، يستاهلون. مثل ما يقول أخوي أبو خليفة يعني رجعت مقارن، هاي شيء طبيعي يعني، صحيح. ما هو بشيء غريب إذا مقارن رجعت وفازت الأشواط، هذه الأمور طبيعية، وهذا الشيء يعني الصحي الصح. الغريب الغريبة إذا مو موجودين الأشواط الرئيسية، صحيح، أو ما يفوزون، هي شغله اللي تحس فيها علامه استفهام كبيره، ليش ما تفوز المزارع الكبيره؟ بس مثل ما قال اخوي ابو خليفه، مقارن السنه اظن البان تدارك نفسه ورجع، نتائجه لغايه الحين في تصاعد. النقطه يمكن السباق هذا احنا كلنا مرشحين ترف صراحه، صحيح. ترف فرس يمكن اخذت في السنه افضل فرس على مستوى يمكن العالم، اخذت في خيل عربيه يعني، هذه مو الترف اللي احنا نعرفه،
في المستوى هذا وفي في السباق هذا. لا الحين وين هي ترى؟ شوف الخامسة هي ترف هي ورا ومقبوضة صراحة كانت في اليد، بس ما أعرف أنا ليش ترف يعني ما فازت السباق هذا. مستواها أعلى من شوط هاي بوينت، له شعار الأزرق نجوم بيضة. نعم والله اللي ركض مرشحنا رصان ما شاء الله عليه. رصان الحمد لله ما قصر، بس لكن أظن رصان الخيال هاربيت اللي كان له دور كبير. ثاني ما قصر عدم وجود. شوف تتكلم عن حصان ترى بطل فايز بشوط قبل كاس. شوف دخوله أبو خليفة دخوله كان قوي يعني. ما أنت لما تتكلم عن حصان فايز بكاس الأسبوع اللي قبله يعني ويؤدي الأداء هذا، إيش تبين بعد هذا؟ خلاص ما قصر لسه. وترف تكون خلف المركز يعني الثالث. ترف هي يعني اللي مركضت صراحة. ترف يا العمر يا أخي كم عمره؟ خمس ستة. خمس كبيرة. ظاهر جاسم. أو يمكن كأول ركضة لها ترى. ممكن يعني بتجهز بعد. الظاهر جاسم العطية ما عاد يبغى يشوفني في النادي، شافني قلت ان شاء الله موفق الليله جاء المركز الثاني، قال الحين ابغى اشوفه ان شاء الله. اكيد الف الف العمر الطويل، الف مبروك حصول مقرن. نشوف جانب من التتويج من سعاده الشيخ محمد بن فالح الثاني، الف مبروك رائده حصولها على المركز الاول، رائده مرشح واحد اللي فاز. نهاية الحلقة نشوف من اللي فاز بهذا الترشيح. طبعا شفنا سباق يوم الأربعاء مضمار رملي، سباق يوم الخميس مضمار عشبي، باقي سباق حلقتنا اليوم إن شاء الله نهدسمة لكم مشاهدينا. سباق اليوم توا منتهي، والجماعة الله يعطيهم الصحة والعافية جاي من النادي، راح نتابع معاكم بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا معاكم للمحور الأخير من حلقتنا الليلة، برنامج الوذن. اليوم كان في نادي إسباق والفروسية، إسباق على كأس برزان عشبي، سبع أشواط. خلونا نتابع معاكم الأشواط من الأول إلى السادس. طبعا الشوط الخامس هو راح بيكون الكأس. خلونا نشوف معاكم على الشاشة الأشواط من الأول. الشوط الأول نشوف معاكم هذا الشوط الأول كان للخيل يعني العربية الأصيلة، طبعا المسافة 1004، اللي حصل على المركز الأول الجواد انتشار مربط إنجاز المدرب جاسم الغزالي، المركز الثاني روعة سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني أيضا المدرب جاسم الغزالي. نشوف على الشاشة اللي حصل على المركز الثالث المنذر أو المنذز ناس المنذر ناصر عبد الله خليفة العطية حسين عاشور. انطلق الشوط الثاني للخيل المهجنة الأصيلة لعمر 3 سنوات فقط لجينز. طبعا هذا شوط جينز راح نتطرق مع الجماعة اللي حصل على المركز الأول حق الأنصاري كريسنت أبناء محمد كظم الأنصاري، دبليو آي خليفة شعيل الكواري المركز الثاني، ليوتينات كافي خليفة بن شعيل الكواري. طبعا هذه كلها جنيز اليوم ما شاء الله إثارة. الشوط الثالث للخيل العربية الأصيلة انتاج محلي، المسافة 200 متر لعمر 4 سنوات فما فوق، نعامة حصلت على المركز الأول مربط إنجاز يستهلون المدرب محمد سلامة، عين جالوت خليفة شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي، المرابطون أيضا شعيل خليفة الكواري المدرب جاسم الغزالي. هذا الشوط الثالث جنيز للخيل العربية الأصيلة، اللهم صل على محمد أبو سلام أعتقد أول فوز له. نشوف معاكم هذا جانب من التتويج، الشيخ فيصل يستاهل ألف مبروك بالنيابة عن سعادة الشيخ محمد بن خليفة الثاني مالك مربط زاخر. الشوط محمد بن فالح محمد بن فالح عفوا الشيخ محمد بن فالح. الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة، المسافة 1004، أبرار ملك حسين علي بوكنان زهير محسن المدرب حصلت على المركز الأول، وايد ملك راشد بن مبارك الجفال النعيمي، ماجد سيف الدين المدرب الثاني، والثالث رهيبة أم قرن ألبان الدميول. ونشوف أيضا هنا جانب من التتويج، نشوف زهير محسن هذا المدرب. ايضا الشوط السادس لان الشوط الخامس هو الكاس راح نشوفه معاكم، هذا الشوط السادس لعمر 3 سنوات المسافه 1200 ابن جيلبون ملك مربط ام قرن حصلت على المركز الاول، هذا من ترشيح عبد الله الكبيسي المتواجد معانا. المحيط
مربط الجريان حصل على المركز الثاني مهند الياقوت، جليمير ايضا ام قرن البان ديميول السنه مربط ام قرن ما شاء الله كان هذا جانب من التتويج، جليمير حصل على المركز الثالث نشوف جانب من التتويج، وايضا جنيس للخيل العربيه الاصيله. الشوط السابع ايضا كان جنيس الخيل العربيه الاصيله عمر 4 سنوات المسافه 1006 اللي حصل على المركز الاول زامير ملك مربط زاخر، وايضا تالق من المدرب محمد سلامه حاصل على فوزين. طبعا المركز الثاني كمنفاله ملك خليفه بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي، اي جي اس انتفاضه مربط الجريان والمدرب مهند جاسم العقوت، مربط زاخر مثل ما ذكرت ملك سعاده الشيخ محمد بن فالح الثاني يستاهلون، ونشوف جانب ايضا من التتويج هذا يعني ما شاء الله مساء شفنا سعاده الشيخ محمد بن فالح يتوج والحين يتتوج صراحه. اللهم لك مبارك لاخونا سعاده الشيخ محمد بن فالح، اليوم فوزتين مهمين صراحه ومستحقين النعامة والجواد زمير، وكانوا صراحة مع خيل قوية يعني صحيح. النعامة فازت على خيل أبطال صراحة نكون صريحين، ما كانت مرشحة بس ما شاء الله أخذت فوز حلو، والجواد زمير بعد فاز على خيل ممتازة أظن اليوم يوم محمد سلامة وأخونا الشيخ محمد فالح فيستاهلون هذا الفوز، الفوزين صراحة حلوين يستهلون. الخيل الثانية يستاهلون كلهم فازوا، ابن بن جلمون كان جواد مرشح لمقرن، ومثل ما قلنا مقرن رجعوا مرة ثانية للأشواط في وضعهم الطبيعي. كريسنت مبارك لأخونا محمد كاظم الأنصاري يستاهل، وأحمد القبيسي أظن أحمد القبيسي يعني الخميس هاي عنده سهرة حلوة لأنه مستانس فايز لفوزتين، وبالذات الجواد هذا هو محمد سلامة نعم هم مع بعض يروحون ما تبي يعزمونا ولا عند الأسبوع ذي لا لازم يعزمونا كلنا إن شاء الله لازم يعزمون. طبعا شفنا الأشواط الست مشاهدينا، نشوف معاكم نرجع للشوط الخامس اللي هو كان على الكاس، خلونا نتابع شوط الكاس من اللي حصل على المركز الأول وحاز على كأس برزان. انطلق الشوط يا أبو محمد وأبو خليفة وأبو محمد. كاس برزان صراحة قبل الشوط احنا كلنا متفقين كلنا ان الجواد بونفي راح يفوز، كون الجواد مبارك لاخونا حسن عبد الملك يستاهل، يعني انا مساء ابارك له واقول له فكت العقدة صراحة. الجواد بونفي ما شاء الله جواد جدا ممتاز، الموسم اللي راح داربي سباق كاس قطر ذهبي كاس السيد سمو الامير ثاني ثاني ثاني، لكن من البطل كل مع جواد دبدي كان دبدي صراحة البطل يعني هذا الوحيد اللي كان ينافسه جواد دبدي، كان عقدة الجواد بونفي فعدم وجود دبدي حاليا عطى فرصه لجواد بونفي، جواد جدا مستوى وكان شيء طبيعي انه يفوز في السباق هذا، كون الجواد بونفي في الشوط هذا اعلى مستوى من الخيل اللي موجوده معاه صراحه، يمكن النقطه الوحيده اللي اليوم دخل في مسافه اقصر من المسافات اللي احنا متعودين عليها، بس امكانيات الجواد ومستوى الجواد هذا ياهل انه يكون يفوز في الشوط هذا، واتوقع الموسم بيكون موسم جدا يعني ثري لجواد بونفي ولاخونا حسن عبد الملك إذا استمر الحصان هذا على المستوى هاي. بالفعل يعني تشوف الحصان وين موجود يعني فايز إيزي اللي يدرك نعم يدرك أن الحصان يعني مو بمسافته متعود أن على المسافات الطويلة، فدخوله هناك يعني كان دخول قوي صراحة يعني، بس لكن في كانت هناك يعني منافسة يمكن من الحصان اللي كرافتد يعني اللي طلع حلوة في الشوط، ولكن منفي كان فارق عن الخيل يعني استاهل يعني كان يمكن تقريبا بالاجماع كان الكل مرشحين صحيح الترشيح كان على بونفي والله. بعد ما ننسى الجواد اميغو ميو البطل يعني صراحه هذا الجواد في عمر كبير راح قايد الحين 9 سنوات نشوف التتويج طبعا حسن على عبد الملك بدايه موفقه الموسم يستاهل صراحه سعد الملك اخونا مجتهد من الملاك المجتهدين صحيح. من الناس اللي صراحه يعني شرى خيل وجاب خيل جيده صراحه، وهذا شيء طبيعي مكان منصات التتويج. بس انا لاحظت شيء في الصوره نشوف ناصر شريد الكعبي الله يعطيه الصحه والعافيه مدير عام نادي سباق الفروسيه معه عبد الله الكبيسي الله يعطيه الصحه والعافيه، ترى هذا كان يمكن اعتقد الساعه 7:30 أو 8 وعلى طول جتنا هنا بيض الله وجهك شفنا الكاس، ايش تعليقك على الكاس؟ بونفي بالاجماع كلكم رشحتوا بونفي صراحه هو الحصان المرشح، مبارك حق حسن ومبارك حق المدرب الدبي، مثل ما قلت لك انا الدبي خيل هالسنه جاء يعني عندها خيل صراحه مجهزته من اول وقت او خيلها صراحه يعني خيل تشوفه في البدك اللي هو بونفي يقول لك انا بفوز اي اللي هو يعني صراحه البطل اللي تكلموا عنه الربع اللي هو اميكو ميو حصان كبير
ملك الشيخ ناصر بن عبد الله بن ناصر الثاني. نعم هذا الحصان مسعان مع بن طاهر، يعني الحصان شوف الحين هو ثاني هذا بشعر اصفر اللي في الوسط. هذا اي هذا اي حصان؟ هذا اميكو ميو يعني. اللي في الوسط الحصان اللي في الوسط قدام الاصفر، وشوف الحين ثاني وبعد الكوع بيطلع وبيستلم بينافس الاول الاول لين اخر الامتار الاخيره بيجي ثالث. يعني تتكلم عن حصان عمره 9 سنوات وهو يعني المسافة الميل له، يعني خذ كؤوس كذا كاس في الألف. صراحة نحيي أخونا يوسف بن طاهر القدير اللي قادر يحافظ على الحصان هذا يعني في العمر ويخليه في 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 وضعه، يعني دائما حصان منافس. هذا شيء مش بسيط إنك تقدر تحافظ على حصان تخليه في عمر 9 سنوات ودائما منافس. هذا يدلنا يعني مستوى المدرب يوسف بن طاهر، صراحة مدرب كبير ونحيي إحنا. يعني نتمنى يكون بن طاهر دائما في الأشواط الرئيسية منافس صراحة. بن طاهر غني عن التعريف. بن طاهر يسمونه المشاغب عندكم أنتم. يستاهل أكيد بن طاهر. نبي نشوف خيل عنده، وفي حصان فاز في مساء والله. يعني بن طاهر من الناس اللي أنا واحد أقدره جدا وأعتبره من الناس اللي تعلمنا منهم صراحة. بس يعني هو محمد أخونا يعني الكبير خبرته صراحة في عالم السباقات شيء. وإحنا بعد كمشاهدين يعني ما عليه، أنتم بينكم كمنافسة، أنتم كمدربين أو ملاك أو خيالة، إحنا بعد كمشاهدين نستمتع إذا صار في تنويع، يعني نشوف خيل قوية، نشوف مدربين مجتهدين، نشوف يعني بعد يكون لها أثر يا أبو محمد. نعم دائما يعني المدرب شوف أحيانا مثلا موسم ما عنده شيء، وموسم تلقاه ما شاء الله عنده طلع له رأس رأسين. ففعلا يعني لو بنتكلم عن المنافسة بين المدربين، احنا نشوف دائما ترى في حماس كبير يعني بعد السباقات في المضمار ووقت التمرين. صحيح تشوفهم معايا المدربين عندك احب علم المدربين، يعني كلهم ما فيهم مكسور اللي عندنا، كلهم عز الله ما فيهم مكسور، كلهم نقدرهم ونحترمهم. نعم لهم حقهم كلهم، ولكن احنا نتكلم كنقاش فقط. اي اقول لك لا كلهم، اقول لك مثل ما المدربين اللي عندنا مثل ما حصل الحصان الجيد طلع، يعني كلهم ان شاء الله ما فيهم مكسور كمدربين، متوفر لهم الامكانيات كلها في النادي من بركه السباحه من المضامير من كل من عياده كل شيء متوفر لهم. ولو بتتكلم عن المدربين اللي عندك كلهم على مستوى الحين كلهم، الاول عندنا معدودين اثنين لكن ما شاء الله طلعوا عندنا مدربين كلهم كلهم يعني ما يقل عن الثاني، كل ما حصلت لهم الخيل الجيده وضعوها. وذكرت نقطه مهمه بعد، رساله شكر نوجهها لاداره نادي سباق الفروسيه انهم وفروا جميع الامكانيات للمدربين وللخيل وايضا للملاك. مثل ما تكون منافسه هناك في نادي سباق الفروسيه، بعد عندنا في الاستوديو منافسه الترشيحات المحللين. خلونا نشوف معاكم الجرافيكس، من اللي تصدر من اللي قرب، زادت المسافة الحين. خلونا نشوف معاكم ترشيحات المحللين الترتيب. المركز الأول ما زال متصدر راشد المالكي الجهني أيضا 12 نقطة من 7 أشواط. جسم الغزالي ما شاء الله كان قرب 12 نقطة من 7 أشواط. 12 و12 نفس النقاط أول مكرر. علي المحشادي الله يذكره بالخير 6 نقاط من 7 أشواط. إبراهيم المالكي بعد ما شاء الله كان لحق 6 من 7 أشواط. عبد الله الكبيسي 3 نقاط من 7 أشواط. يعني فرق الأصوار، التغييرات اللي يسويها في آخر لحظة هي اللي تربك. نعم. والله هذه شجاعة صراحة وإثارة أنا أقولها. وخليفة عنده في خيل يا أبو علي، في خيل إحنا للحين بداية الموسم. صحيح الحين إحنا الشوط السباق التاسع ولا نعم. رابع أسبوع يعني في خيل ركضت بينت، وفي خيل في رابع أسبوع، في خامس أسبوع أول ركضة لها ما تعرفها. صحيح يعني من ساعة شوف المرابطون معروف، ترى المرابطون غني عن التعريف، اللي هو الثاني اللي معاه شو اسمه جاسم، مش قلت لك أنا جاسم انجلوت، قلت له انجلوت شكله اليوم أحسن من المرابطون. أعتقد كلهم إنتاج البحر. إيه نعم كلهم أول ثاني ثالث إنتاج البحر كلهم. والصراحة اللي عجبتني مبارك حق أبو فالح وحق محمد سلام اللي هي نعامة صراحة بينت المسافة الطويلة ما شاء الله اليوم يعني أثبتت نفسها، مسافة دشت في شوط قوي. نعم. مع خيل قوية وفازت عليهم وفوز مستحق، فهذه يعني دليل ان الفرس كل ما تتطور. ايش النعامه البحر الله يسلمك ما شاء الله كلهم يعني ما شاء الله كلهم تكلمنا عن البحر اظن الاسبوع اللي راح قبله ومدحنا البحر، وهذا اكبر دليل ما شاء الله عيال البحر يعني معاه، ترى عيال عامر معاه ومجدين، فعيال البحر اليوم اظن تفوق. الله يبارك حق مربط زاخر ويبارك حق محمد سلامه، دائما عيب وسلامه يستاهل اليوم صراحه عنده فوزتين اللي هو النعامه ورامز رامز يستاهل. محمد سلام زمير زمير
فبدأ يبين إن شاء الله محمد سلام، وإن شاء الله نقول له للأمام يا أبو سلامة يستاهل يستاهل. بس يوم تقول عن التغيير لبيت حاج في البدك في بعض الخيل هرا تجذبك، لا تبين لك. مش أقول حق جاسم، قلت له جاسم ترى ما شاء الله اللي هو عين الجالوت ترى اليوم شكله أحسن من اللي هم، مع أن أنا صراحة من المحبين اللي هو حق الحصان اللي هو المرابطون. صحيح مرابطون اول عام جاسم قلت له وش الحصان دي؟ قال لي مبتدئ مدخله رن يركض هالشكل. قلت له اذا ما يفوز ويطلع بطل انا ما اعرف الخيل. في خيل تبين باشكالها ابو علي، وبعض ترى بعد انا ما اقطع كلامك الا بالخير اخوي الله يذكره بالخير علي بن ثامر يوم غير ترشيحه كان مرشح رائده ورائده هي اللي فازت في الشوط، لكن غير يقول شفت الفرس الثانيه ترقص البدك ورائده ما كانت على ذيك الوضع، لكن رائده اول ركضه لها السنه مرشحينها على تاريخها مثل ما قلت لك. صحيح. وحتى هذيك اللي كانت معاها اللي هي ترف بعد على تاريخ ركضها. نعم. لكن اول ركضه رائده يمكن ألبن اجهز من ترف من خلال الشحانيه، هذا مو بالنشر السباق الجاي يمكن تضربها ترف تضرب رائده. انزل حمدا من الوقت قام يداهمنا، وبكره ايضا وبعد بكره عندنا سباقات واشواط واثاره نبغى نشوف الترشيحات. خلونا نشوف التداخيل اللي بيركضون في الكاس ان شاء الله بكره اللي هو على كاس البرثة المضمار الرملي، المسافه راح تكون 1008. نشوف معاكم العتيق ملك سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني، ايضا البشتون ملك سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني، ايضا معانا مياسة مربط إنجاز، وأيضا معانا تي إم ريجان بريت أبناء محمد كاظم الأنصاري، وأيضا راح يكون متواجد في الشوط جلمود ملك مزرعة الوسمية، وأيضا الجواد رقم 6 بدرية ثابت حمد أحمد حسن المالكي الجهني. بالتوفيق للجميع. نشوف الترشيحات، راشد راح مع العتيق، جاسم الغزالي العتيق، عبد الله الكبيسي أيضا العتيق، طبعا نشوف أبو ثامر راح مع العتيق، إبراهيم ما قدرنا نتواصل معاه لكن ما رشح لحد الآن، إذا ما رشح لحد الآن نشوف ترشيحه في البدك. باقي له نقطة راحت عليه الثلاث نقاط أبو سعيد. نشوف معاكم تداخيل كاس الوكرة اللي بيكون إن شاء الله يوم الخميس على مضمار عشبي، معانا مومالو مومالوركا ملك مربط إنجاز، رايت تو دريم حسن علي عبد الملك، سيما محمد خالد حمد الخليفة، يوليف مي بيرثيلس مربط إنجاز، غريت وايت إيجل محمد حسن علي عبد الملك، جميرة تاور اللي قلت لكم تذكروا اسمه آخر الحلقة، إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي، نايف دانسير عبد الهادي مانع الشهواني الهاجري، شيرستون سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، كابتن جاك عيسى محمد عبد الله الصليطي، ديفندانت علي عادل المسلماني، ليشا راشد مبارك الجفالي النعيمي، قطر فولكن أيضا راشد مبارك الجفالي النعيمي. شفنا 12 جواد، ونشوف ترشيحات المحللين. جميرة تور راشد راح مع جميرة تور، الغزالي راح مع رايت تو دريم، عبد الله الكبيسي جميرة تور، نشوف علي المحشادي، وايضا رايت تو دريم ايضا علي المحشادي، ابو سعيد الظهر ابو سعيد يبي نقطه نقطه من البدك ما يبغى ترشيح. شفنا ممكن تغير يا ممكن تغير ماما لورك، ماما لورك اللي هو على المضمار العشبي بصلاح حط عبد الله الكبيسي ماما لورك غير ترشيحه هي الشقره ها. اي نعم عبد الله الكبيسي راح مع ماما الورك اللي هو مضمار عشبي. امر محمد لا اقول حق ابو خليفه ان شاء الله الله يسمع منه. اي لان ماما الورك بتكون عندك؟ عندي ان شاء الله. حسن عبد الملك، ابراهيم المالكي، كلكم تستاهلون. ماما الورك لا مربط انجاز، جاسم الغزالي. يلا هم موفقين. انزين الحين شفنا العتيق بالاغلبيه اعتقد رشحوا العتيق. ترشيح ابو خليفه يوم يوم الاربعاء بكره ان شاء الله رحت مع العتيق. العتيق هو الحصان اللي يعني تبيت في الشوط، وهو اللي يعني على العتيق ما شفنا على السنه رقم تبريت وتب وزن شال 60. اي ما عليه 60 هم يعني حصان مثل ما قلت لك تب ريت عالي. صحيح. حصان دائما يعني منافس، فوزات عنده قوية في المسافات الطويلة، هو المسافة 1800
وهو دائما يطلع ليد جاسم صح؟ صار رئيسي كنا صريحين حصان ريت 118 ويركض في الشوط الرئيسية نازل يركض في الشوط هذا يعني شيء طبيعي مفروض يكون مرشح أول ترى أفضل فرس عربية في العالم ولا إيه ممكن ما عليه ممكن نعم. ممكن لو نعم. ما فاز هذا أول ركضة لا ما يعني ما نحكم عليه صحيح ما معناته أنا ما قلل المشارة بالعكس العتيق بطل يعني اللهم صل على محمد لكن ليش رشحته الحين أقول لك رشحناه على تاريخه حصان بعد أخوي فهد ترى العتيق يفرق على الخيل الثانية ترف يمكن فرس درجة أولى بس الخيل الثانية قريبة من ترف دائما رائدة ورصان هذولا قراب شوي فرس درجة أولى بس لكن هذا عتيق فارق صراحة والفرس تختلف عن الحصان يعني مو بكل سباق تكون جاهزة مشاهدينا ومستمعينا الكرام وصلنا لخط النهاية لا يسعني إلا أن أشكر كل من حضر عبد الله بن راشد الكبيسي بيض الله وجهك على الحضور راشد بن محمد الجهني بيض الله وجهك على الحضور جاسم بن محمد الغزالي بيض الله وجهك على الحضور والجميع موفق ان شاء الله في سباق بكره وعقب بكره ايضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام نتمنى ان شاء الله تشوفونا خلف الشاشات ونشوفكم احنا في نادي سباق الفروسيه المنصه نشوف المنافسه على مضمار رملي بكره ومضمار عشبي عقب بكره تقبلوا مني ومن فريق العمل اجمل التحايا دمتم في رعايه الله وحفظه. Yeah.